السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي شقة الإسكان الاجتماعي اللي هي 93 متر مربع. ده المدخل، دي الصالة فيها بلكونة شباك المثال، وبعدين بندخل على طرقة على يدك اليمين المطبخ، تمام، وبعدين غرفة تانية، وده المنشر، بعدين الحمام، ودي الغرفة التالتة. نرجع تاني عند المدخل، عندي الصالة. أما بالنسبة لشكل العمارات من بره، دي الموجات، تمام. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم.